لا تيبسي راسك، خلينا نروح المستشفى بيشوفك الدكتور. لا حبيبي أنا منيحة، لا تخاف علي، برتاح لما أكون جنبك. طيب رح تقدري تنامي؟ على الأقل هنيك بيعطوكي شي مهدئ. لا لأنه مو جاي على بالي روح عمران، إلي كم ساعة بدون نوم، رح نام مثل الأولاد لما أشوف التخت، وطالما البيبي منيح. شوفي صاير شي لابني؟ لا لا منيح هلا. قولي يلا شو صاير عمران؟ ابننا منيح بس لسه في خطورة بالإجهاض، هيك قالت الدكتورة، وقالت إنه هي قصة بتصير أول 3 أشهر. بلا ما نحكي بهالقصص هلا، من غير شي نفدنا اليوم من هالمصيبة. أنا برأيي بكرة منحكي سوا مع الدكتورة. طيب شو قالت لكم هي؟ قالت إنه الخطورة بتصير بالشهور الأولى، واحتمال الإجهاض كبير لأنه جسمه ضعيف كتير. إيه كمان سألتني إذا في احتمال تكون حبت تجهض الجنين بإرادتها. طبعاً هذا حكي موارد لأنه ما بتعملها. ليش متأكد إنه الحكي ما موارد؟ شو صار لك كأنه أنا عم جيبه للحكي من عندي؟ مستحيل يعني؟ هي قالت ما بقى بدي وبدي أجهضه، مو هيك صار؟ بلى بس ما نزلته، قلنا له القرار إلك. أنت قلت؟ ايه انا قلت لها لانه هيك قرار بيرجع لها. قلت لها اذا ما بدك فيك تنزلي، بس ما قبلت مع انها بتقدر. يمكن رجعت غيرت رايها، نحن كيف فينا نتاكد؟ وبعدين ما بنعرفها من قبل، بالنسبه لنا غريبه. الاحسن انه نحاول نتعرف عليها، ابننا ببطنها لها وعم تحس بدقات قلبه، لهيك حتى لو بدنا ما عاد فينا نعتبرها غريبه. فوتي ديما، أنا هلأ بالحايكة. ما بدك تفوت؟ بلا بس لازم بالأول أحكي تليفون ضروري. طيب حاول ما تتأخر. ماشي هلأ بجي، ما بطول كتير. أوتيل جاكاتاي، مساء الخير. مساء الخير نادر سيربل، نازل عندكم شي؟ بس ثانية استاذ. نادر بيك ترك الأوتيل. متأكد؟ لا تكون غلطان. لا أستاذ، ضيفنا ترك الأوتيل. طيب شكرا لك.